بتردش برضو. ما اكيد مش هترد يا حسين. تامر ده حقير، بس مالك اتصرفت صح. يعني انت شايف انها تنكر علاقتها بيوسف ده تصرف صح؟ اه طبعا، مكانش ينفع تعمل حاجه تانية غير كده. واحده واقفه على المسرح وتتكلم قصاد طلبه ودكاتره، عاوزاها تقول ايه يعني؟ تقول الحقيقه يا حسين، تقول اه انا مصاحبه يوسف ودي حاجه ما تخصش حد. ما ينفعش، دي رئيس اتحاد طلبه، وبعدين انت لسه قايلها بنفسك، دي حاجه ما تخصش حد. حسين انت بتحب ملك؟ يا جماعه انتوا هنا مين اللي هيطلع على الستيج؟ انا لاقي. انت منيحه؟ اسماعيل بعدك زعلان مني؟ لا عادي مفيش حاجة. كنت عم فكر بالشي اللي حكينا فيه، حسيت انه عن جد ما كتر فيها منيحة، كتير غبية انه خسرت رفيق مثلك. بتمنى نرجع مثل ما كنا قبل، بعرف مش هينة بس انا اكيد بكون كتير مبسوطة. عن جد سوري اسماعيل. دخلك ماريان وين؟ مش عارف، كنت رايح ادور عليها. طب يلا. اوكي. مساء الخير. الجزء الثاني من حفلتنا النهارده هيبقى مختلف شويه. احنا اخترنا ان احنا نعمل فوتنج على الجامعه اونلاين عن اكتر استاذ اشترك معانا في النشاطات اللي كنا بنعملها داخل الجامعه. ودي اقل حاجه نقدر نشكره بيها. اللي حصل معانا على اكتر اصوات هو دكتور امجد مختار. انا بشكركم على تكريمكم ليا، بس عشان التكريم ده يبقى بجد ما ينفعش اشوف حد فيكم مجهوده بيتسرق واسكت. سمر البنان زميلتكم في الجامعه كانت كاتبه مشروع روايه وانا قريته من شهور، وقدمته في الوقت ده لصندوق المنح العربي. امبارح بس جت الموافقه على المنحه ومثبت فيها تاريخ التقديم. للاسف اللي حصل ان في دكتور هنا في الجامعه سرق الروايه من سمر وطبعها باسمه، لكن لسوء حظه الموافقه دي هتثبت ادانته. الدكتور والاديب احمد زكريا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت يا دكتور احمد. انا اكتشفت ان عندك تاريخ في السيره الادبيه، وهقدم ملف كامل لاداره الجامعه بكل ده وبعدين القضاء.